جامدين. النهارده حلقه رقم 13 هيحصل حاجات غريبه قبل ما نحكي حاجات كتير. وبعد كده كنت كرسي بقى تعيش بتكهرب. انا ما ينفعش اركب معاك في بوك ليفن. خلاص احنا كنا في بوك ليفن. قال لي كده اخويا استنى انا مديره يعني وانا لوحدي. انا حاسس في حاجه وراي بتجري. يمكن ده اوتو صحابي جنبي. صحابي جنبي ده اللي هيحصل فيها الحلقه. نشوف اوتو عامل فيه ايه. صفي حد شالني ورماني عند المكان التاني. يلا نشوف. انه دمع ورا عربيه ده كله. انا فين؟ مين رميني هنا؟ صح انا اخوك بس انا مديرك صح؟ صح. انت عارف انا لما اجي ابني هنا كنا في المكان اللي كنت بكهرب فيه. تعالى يا ابني. عامل ايه طيب؟ غير هدوم فين؟ في العربية؟ استناني. اجري يلا. صرح. ده مين بيرن على الو تمين؟ ده اوتو. انت عايز ايه مني؟ ايه هيبدا الحرب دلوقتي؟ لا مفيش الحرب اللي قبل ما حصل فينا المره اللي فاتت قبل ما قتلت مين؟ اخويا. لا انا مديله. ليه قتلته؟ ده انا ولا قلت لي تعالى ده انا هديلك حبه 40 ضربه. عشان احنا برضو عشان نيجي نعملوا حرب. هنعملوا حرب ايه؟ يا اوتو اللي انت عملته في زدري ده بقى كنت كان زدري عملته في ايه ده؟ ده طفل على الوش على طول. ايه سيدي؟ ولا اللي اسمه اوتو ده عايزنا هنبدأ له حرب تاني. لا عايز طالعين حموديه هيموتك. لا روح ابو كريفن تاني. ما ينفعش هيقتلني. لا خش عن ابو كريفن تاني. هطلع من هنا. مش تعرف مكان ابو كريفن؟ كل شويه عارف يا مديري. ايه انا اخوك متنساش عشان انا مديرك واخوك. نعم عارف تيشيرت الشيرت بابا جايب راجل جيب كام؟ ده كان هو كان ميت بابا ربنا يرحمه يعني. لا انا جايبها بابا كسر العربية التانية. صحيح جبت عربية تانية. سؤال باباك ربنا يرحمه. هجيب عربية تانية. تقول نسيت العربية التانية. صح قول بابا ربنا يرحمه. هدي منين؟ ساعة قبل ما حصل فيه. هطلع من الجنة؟ اطلع من الجنة يا حبيبي. ده انا معايا سلسلة دهب شايفة؟ انا طالع من شايفة سلسلة دهب وكمان معايا فلوس وكمان معايا كل دهب في كل مكان ولابس نظارة دهب وكمان شعري دهب. فين المكان يا ابني؟ طب بص انا قبل ما اتولدت كان شعري اصفر كده كده كان دهب. وكان ده يا دوب العيد قبل ما جبته. نسيت ونزلت خلاص. نزلت فين؟ ايه تجيب عربيه. ايه ده؟ فيك الملجأ ده؟ تعالى نحكي قصه واحنا صغيرين يلا. لا هوريهولك. طيب يلا. لا يا ابني احكي لك قصه. هجيب العربيه. طب احكي لك القصه واحنا صغيرين ماشي؟ هجيب العربيه الاول. طب احكي لك القصه. هجيب العربيه الاول هيسمعونا. طب احكي لك القصه ما ينفعش. يلا يا عم انت تخبت. عايز العربيه مش عارف. يا ابني استنى احكي لك القصه. تبتكري... لا يا ابني. انت
طب احكي لك قصة وصوت واطي. تعال. لا يا ابني. طب احكيها لك في العربية. يلا. لا برضو في العربية لا. يا امي ما تخافش. مو قدام العمارة. اي تعالى يلا. طب احكي لك حماية. بصي يا حماية عشان تسمعوا كلامي. يلا احكي لك. جاهز؟ لا يا ابني استنى اقول لك. احكي لك وانا في المبدأ. يلا وانا وانت. لا. اسمع ده اخويا بالمانجا. طب يلا نحكي القصة الأول. طب احكي قصة برضو بتجري وماشي. استنى احكي لك. طب احكي لكم انت اخويا خلاص يا حمادة. يلا استنى انت اخويا خلاص. طب استنى احكي لك القصة. انت بتجري ليه؟ استنى كده اصحابي جديدة. يا اصحابي جديدة اوف كده. حمادة احكي لك القصة. ها استنى اصحابي العربية. طب احكي لك القصة بقوم وكده اعملها. جاهز؟ استنى يا سيدي. انت برضه يلا جاهز قوم كده من العربيه. لا انا وانا بالعربيه. يلا كنا واحنا صغيرين كنا مكان كله بيتهز وانا وانت كنا بنخاف. اخويا يلا خش بقى بسرعه اجري. وما جينا هنا في الملجا بقينا امان. ايه ده هيقدروا يدمروا علينا تاني. خليك مستخبي. طايح فين؟ معايا العربيه عجيبه. لا سيبها. واحد صغيرين كنت بقولك يلا نخش بتقولي لا قلت يلا يا عم عركينا. ايه ده انت عايز صغير ومتفهمش. يلا وقبل كده ما في مدمرين جوه القبر خلصوا علينا المرفه. يلا قوم يا عم. يلا خش. وبعد كده بابا قال لنا يلا ونقول كربنا ومشينا. خلاص القصة خلصت. خلصنا القصة. ها انت فاكر يعني كنت فاكر انا جيب اخونا. ايه ده انت جايبه من بدري. جايبه فين؟ في العربية. هو ورا. انت سايبه برا. طب ليه يقعد على اجرك؟ واحنا بقى حماده بتجري واحنا عملنا حادثه. ماشي ايه ده مال عربيتك تمشي لوحدها ليه؟ انا اكبر ماشي. اصحابي جامدين. الحلقه خلصت وان شاء الله الحلقه ال 14 ينزل. قوم يا علي. يلا باي باي اصحابي جامدين. بصوا يلا باي.